المقابله كنعرفوا ان اليوم مقابله غير متكافئه بتاتا. فريق محترف، فريق كيف نقولوا تيوزن بكل ما تحمل الكلمه من معنى، فريق بطل افريقيا، فريق تنعرفوا التركيبه البشريه ديالو، فريق تيمارس بطوله احترافيه امام فريق ديالنا شباب هورا اللي تيمارس في القسم الاول ولا هوات ولا نقولوا القسم الرابع بهذا الترتيب. إذا بغينا ناخذوا ونشوفوا مقابلة اليوم خصنا ما نخجلوش وخصنا نهزوا راسنا ونكونوا فخورين بالوليدات ديالنا اللي قدموا مقابلة بطولية. أكيد أن لي بتي ديتاي كيتيقول كل شيء في الأناليز ديال الماتش، دونك سا سو فوا كو لي بتي ديتاي اليوم داروا لا ديفيرونس. دونك أو نيفو فيزيك ما قدرناش نجاريو الإيقاع الكبير للمقابلة، مقابلة في عشب طبيعي، لاعبين تعمل هو تيمارسو في عشب صناعي. كنعرفوا بانه خفيف وسريع في اللعب، دونك هادو الاكراهات كانوا في المقابله، ولكن فخورين اننا اونيفو تكنيك وتاكتيك كنا في مستوى كبير، خلقنا مشاكل كبيره لفريق نهضه بركان، حاولنا اننا نجاريو المقابله على 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 مرحلتين. هذا هو التخطيط اللي كان عندنا، البلون دو ماتش ان الشوط الاول غادي نجاريوه باش نديرو باش نبقاو في المانتيان فيزيك ديالنا ما نطيحوش في الشوط الثاني، وبالفعل سدينا جميع الممرات في الشوط الاول. وتمكننا اننا نخرجوا بنتيجه تعادل. الشوط الثاني كما شاف الجميع كان شوط صعب شويه شيئا ما، لي شونجمون ديالنا كنا بعكس فريق نهضه بركان، كنا مرغمين اننا نديروا لي شونجمون. بعض اللاعبين اللي تيعانيو من لي بليسير تفرضوا عندنا لي شونجمون ما كانوش، دونك ما قدرناش نديروا لي شونجمون تاكتيك، مي كانوا لي شونجمون بوست بار بوست، لحقاش كنا واقفين مزيان في الملعب، عرفنا جميع الممرات، دونك هذا اكراه كان هو. تلقينا الهدف، بقينا مأمنين بالقدرات ديالنا في الدقائق الأخيرة، جبنا هدف التعادل. ملي تيمشي مقابلة في هذا الحجم الأشواط الإضافية، كنعرفوا بأن لي ديتاي اللي تحدثنا عليهم غيديروا الفريق، وكنا عارفين أنهم غيديروا الفريق. نهضة بركان بالفعل لقى بزاف الصعوبات، كاين أونيفو تاكتيك، ولكن أونيفو فيزيك كانوا عاليين عندنا، وحنا يحصل لنا الشرف أننا نجاريو واحد المقابلة من هذا النوع، وأمام واحد الخصم من هذا العيار. ممكن ما يمكننا الا نكونوا فخورين بكل ما قدموه اللاعبين، طبقوا لي كونسين تاكتيك بالحذافير ديالها، قدمنا مقابلات تختلف عن مقابلات الهوات، لحقاش لعبنا لو فوتبول موديرن كوم يلفو، هذا ما غريبش عنا، سبقنا مع فاروق، سبقنا امام الوداد رفقة فريق الاتفاق وقدمنا مقابله وكنا نهزمنا بربعه لواحد، ولكن قدمنا لو فوتبول موديرن. اليوم لا ما غاديش نقدروا باش نكونفيرم لشي واحد بان العمل ديالنا راه كاين، الحمد لله العمل تيبان، اللاعبين في التطور، خاننا لا شونس اننا نديرو لا مونتي هاد السنه، ولكن كان هذا هو الباب تاع التتويج، هو باب كاس العرش. وصلنا لواحد المرحله اللي متقدمه جدا، ما يمكنش نفوتو كي تنقولوا كي تنقولوا لو بلافون ديالنا هو هذا. فخورين اننا اليوم تقصينا امام فريق بنتيجه منطقيه جدا 2-1. الى اللي تفرج في المقابله فهي مقابله على ارض الملعب كانت متكافئه جدا، ولكن حكموها لي بتيتا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.